صنع في العرب، أخبار على مدار الساعة، فمرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الخبر العاجل. المغرب يرد على تحذيرات الخارجية الأمريكية لرعاياها. ردت حكومة سعد الدين العثماني على التحذيرات التي أطلقتها الخارجية الأمريكية لرعاياها في المغرب بعدم التواجد في الأماكن العامة والتجمعات نتيجة لتهديدات إرهابية محتملة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: إن السلطات الأمنية متأهبة على أعلى مستوى من أجل الحفاظ على أمن البلاد وحماية سلامته ووحدته. وأكد في ندوة صحفية عقبة المجلس الحكومي الخميس بالعاصمة الرباط أن الاستراتيجية الأمنية للمغرب أثبتت فاعليتها وقوتها. ولفت الخلفي إلى أنه تم التصدي بشكل استباقي للمخاطر الإرهابية التي هددت المملكة المغربية في العديد من المناسبات، موضحا أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب ملف المغاربة العائدين من القتال في بؤر التوتر، وتحديدا بسوريا والعراق. وتفيد أرقام رسمية صادرة عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المكلف بمتابعة قضايا الإرهاب وتفكيك الخلايا الإجرامية بأنه عاد من بؤر النزاع في سوريا والعراق أكثر من 200 مقاتل مغربي تم تسليمهم إلى السلطات القضائية للبث في ملفاتهم. ويوم الأربعاء حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من إمكانية وقوع هجمات إرهابية في المغرب. وقالت عبر موقعها الرسمي: إن الإرهابيين قد يهاجمون دون سابق إنذار أو يستهدفون المواقع السياحية ومناطق النقل والتسوق والمراكز التجارية والمنشآت الحكومية المحلية في المغرب. ونصحت الوزارة المتوجهين إلى المملكة المغربية بالبقاء في حالة تأهب وتجنب المظاهرات والأماكن المزدحمة، وشددت على ضرورة أن يتوفر لدى المسافرين الأمريكيين إلى الخارج خطة لحالة الطوارئ دائما، وذلك انطلاقا من دليل المسافر الذي يتم توفيره على الإنترنت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ودعمنا بزر الإعجاب. نلتقي في الخبر اللاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه.